يبقى ألم الجوع والفقر أهون من ألم التشرد في الشوارع وفقدان العائلة، ولكن عمل الخير يهون على هؤلاء المتشردين في الصيف والشتاء ولو القليل. ولعمل الخير هناك مظاهر كثيرة ودلائل شتى دل عليها القرآن الكريم والسنة الشريفة، كالاهتمام بهم ومساعدتهم بالطعام واللباس، وهذا ما تفعله جمعية جود. جمعية جود كتشرى فينا مساكن وكيعطونا مساكن الحوايج وكي كي كي كيجيبوا لنا الماكله من نهار ثلاث الجمعه وكيديونا مساكن الحمام في الشهر وكيتهلاو فينا. ونشوف الوالده ديالي هادشي اللي باقي والجديد انا بحال مرض نفسي بحال هكا كنشوف نهار. انا حدا المحطه ديال ولاد زيان فين تالناس انا وبنتي ديما مكرفسه انا وبنتي، شوفوا لنا شي حل ولا شي حاجه. تكرفص بزاف وعندي الطربي عندي الزياده ما تلقاش كندير ليها وتنتمحن بزاف اي حاجه تنتمحن فيها. ودابا انا باغا الحليب نعاون بيه لبنتي، ما عنديش فلوس ما عندي حتى شي حاجه، ما خدامه ما والو، باقا مريضه باقا نفيسه. حتى انا ماكرهش نسكن في شي بيت انا ويعاونوني الناس ويعاونوني المحسنين ونستر من الزرقاء الشو البرجيين وانا باركه في الزرقاء. راه كثير خير من فهاد النهار مساكن جود العمارة دار وديما جو عندنا ثلاثه جمعه والتطهينات والتطهينات واسي لاختي والودادية والعمارة دار مساكن. راه كثير راه كثير وخير من فهاد النهار الله يكثرهم خيرهم. حنا الناس زوينين كيجيو تعامل معاهم دايما ثلاث جمعيات. حنا ثلاث جمعيات ولاد خيرية. حنا كنتعامل أولاد الزنقة وما كيتعاملوا معانا. عنديش والدين بعد أنا ما عنديش والدين. أن تعمل على مساعدة فقير ومحتاج هي أسمى نبل الأخلاق التي تدل على إزالة الفروقات الاجتماعية ومساعدتهم على تخطي الألم الذي يعيشونه ولو لذاك اليوم فقط من دون حدود أو ضوابط. وكلما زاد أصحاب الخير زادت التقديمات. جود اللي عندها في الوجود اليوم واحد سنة، الأفراد اللي كينتميوا لها يحاولوا ما أمكن أنهم يهونوا شوية الحياة الصعبة اللي كيعيشوها هاد الناس اللي كيعيشوا في الشارع اللي ما عندهمش المأوى ديالهم. وجوج المرات في الأسبوع يوم الثلاثاء ويوم الجمعة كيخرجوا باش يعطوهم الوجبة ديال العشاء، ومن بعد المرات يعطوهم الملابس والغطاء لأنهم في حاجة ماسة لهاد المسائل خصوصا في كيقرب فصل الشتاء. وزيادة على هاد الشيء من بعد المرات من كيلقاو شي وحدين خصهم شي أدوية أو خصهم علاج. الناس اللي كيساعدونا بالإمدادات ديالهم المالية باش كان ياخذوا هاد العلاج أو هاد بعد العمليات الجراحية ياخذوهم هما باش يمكنهم يعطونا اللي كيخصنا باش نقوموا بهاد المسائل. نساء وأطفال شباب وشيوخ ليس لديهم ذنب سوى أنهم وجدوا أنفسهم في الشوارع ليلا ونهارا. أسبابهم متعددة وقصصهم كثيرة لا يعرفها سوى ذاك الرصيف.